اللهم صل على محمد وآل محمد. يا الله يا الله يا الله يا مجيب دعوة المضطرين، يا كاشف كرب المكروبين، يا غياث المستغيثين، يا صريخ المستصرخين، ويا من هو أقرب إلي من حبل الوريد، ويا من يحول بين المرء وقلبه، ويا من هو بالمنظر الأعلى وبالأفق المبين، ويا من هو الرحمن الرحيم على العرش استوى، ويا من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ويا من لا يخفى عليه خافية، يا من لا تشتبه عليه الأصوات، ويا من لا تغلطه الحاجات، ويا من لا يضربه الحاح الملحي، يا مدرك كل فوت، ويا جامع كل شم، ويا بارئ النفوس بعد الموت، يا من هو كل يوم في شأن، يا قاضي الحاجات، يا منفس الكربى، يا معطي السؤلاء، يا ولي الرغباء، يا كافي المهمة، يا من يكفي من كل شيء ولا يكفي منه شيء في السماوات والأرض. أسألك بحق محمد خاتم النبيين، وعلي أمير المؤمنين، وبحق فاطمة بنت نبي، وبحق الحسن والحسين، فإني بهم أتوجه إليك في مقامي هذا، وبهم أتوسل، وبهم أتشفع إليك، وبحقهم أسألك وأقسم وأعزم عليك، وبالشأن الذي لهم عندك، وبالقدر الذي لهم عندك، وبالذي فضلتهم على العالمين، وباسمك الذي جعلته عندهم، وبه خصصتهم دون العالمين، وبه أبنتهم، وأبنت فضلهم من فضل العالمين، حتى فاق فضلهم فضل العالمين جميعا. أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تكشف عني همي وهمي وكربي، وتكفيني المهمة من أموري، وتقضي عني ديني، وتجيرني من الفقر، وتجيرني من الفاقة، وتغنيني عن المسألة إلى المخلوقين، وتكفيني هم من أخاف هما، وعسر من أخاف عسرا،
وحزونة من أخاف حزونة، وشر ما أخاف شر، ومكر من أخاف مكر، وبغيا من أخاف بغيا، وجورا من أخاف جورا، وسلطانا من أخاف سلطانا، وكيدا من أخاف كيدا، ومغدرة من أخاف مغدرته علي، وترد عني كيدا كيدا، ومكرا المكرا. اللهم من أرادني فأرد، ومن كادني فكد، واصرف عني كيده ومكرا، وبأسا وأمانيا، وامنعه عني كيف شئت وأنا شئت. اللهم اشغله عني بفقر لا تجبره، وببلاء لا تستره، وبفاقة لا تسدها، وبسقم لا تعافي، وذل لا تعز، وبمسكنة لا تجبرها. اللهم اضرب بالذل نصب عيني، وادخل علي الفقر في منزله، والعلة والسقم في بدنه، حتى تشغله عني بشغل شاغل لا فراغ له، وانسه ذكري كما أنسيته ذكرا، وخذ عني بسمعي وبصري ولساني ويدي ورجلي وقلبي وجميع جوارحي، وأدخل عليه في جميع ذلك السقم، ولا تشفي حتى تجعل ذلك له شغلا شاغلا بي عني وعن ذكري. واكفني يا كافي ما لا يكفي سواك، فإنك الكافي لا كافي سواك، ومفرج لا مفرج سواك، ومغيث لا مغيث سواك، وجار لا جار سواك، خاب من كان جار سواك، ومغيث سواك، ومفزعه إلى سواك، ومهرب إلى سوى، وملجأه إلى سوى، ومن جاه من مخلوق غيره، فأنت ثقتي ورجائي ومفزعي ومهربي ومن جاء يا ومن جاء، فبك استفتح وبك استنجع، وبمحمد وآل محمد أتوجه إلي وأتوسل وأتشفع، فأسألك يا الله يا الله يا الله، فلك الحمد ولك الشكر، وإليك المشتكى،
وأنت المستعان. فأسألك يا الله يا الله يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين.